شدوا بعضكم يا اهل فلسطين، شدوا بعضكم ما ودعتكم رحلة فلسطين، ما ودعتكم. فيلم سو إكس أو فيلم سو الجزء الأخير اللي نزل قبل فترة في صالات السينما أصبح متوفر للمشاهدة بجودات عالية، تقدر تتابعه الآن من أي مكان أنت حابه. بعد ما جمع الفيلم أكثر من 73 مليون دولار وميزانيته بس 13 مليون دولار، تخسر 13 مليون تجيب 73 مليون، أحا. وقبل ما تبدأ وتتحمس وتروح تشوف الفيلم، إيش الهرجة، ولد فيلم جديد نزل بروح أتابعه، لحظة، الفيلم مرة عنيف، الفيلم مرة دموي. قبل ما تتابعه اصلا يوصوا صالات السينما يوصوا انك تاخذ كيس معاك لانك ممكن تستفرغ. يقلع ليه ايش الله حادني، ليه ما ابغى اتابعه، شكرا. بس تبي تتابعه انت روح، فيلم للكبار فقط وقرف مليان، اوكي، تقطيع، اشلاء، عذاب، فوضى، فياب مشاهدة ممتعة. تايلر سويفت يا جماعة نزلت فيلم في صالة السينما، ياب فيلم في صالة السينما أشبه بعرض مسرحي كده على شكل فيلم، which is حاجة نادرة الحصول صراحة. ولكن غير إنه مدة الفيلم حوالي 3 ساعات تقريبا، الفيلم جمع إيرادات في أول أسبوع، مش أول شهر، مش أول شهرين، مش أول 3 أسابيع، لا، في أول أسبوع له جمع إيرادات تجاوزت 129 مليون دولار. ميزانيته كم؟ ما وصلت 20 مليون. يا ساتر. لو مش بس كده، تقييم الفيلم 8.5/10. فيلم ميوزك، كله ميوزك، فيلم غنائي، يعني ما هو فيلم دراما ولا لا، فيلم غنائي، تدخل كأنك تتابع عرض موسيقي. أصدمكم يا جماعة، فيلم تايلور سويفت في أسبوع واحد بس تقريبا قفل ملفات كثير من أفلام دي سي وبعض أفلام مارفل من ناحية الأرباح المحلية وليست العالمية. يا لطيف، الحين يتفلتوا المغنيين، كل شوية واحد يسوي لعرض مسرحي في السينما، ما يصلح. روبرت كيركمان يا جماعة كاتب قصة إنفينسيبل، واللي فيه منها مسلسل أنيميشن جالس يعرض حاليا، أو عرض منه موسم واحد على أمازون برايم، والموسم الثاني قادم، والموسم الثالث جاري العمل عليه. سألوا هذا الكاتب سؤال بسيط جدا، قالوا له لو أومني مان من مسلسل إنفينسيبل تواجه ضد هوملاندر من عالم ذا بويز، مين اللي راح يفوز فيهم؟ ورد عليهم بكل دم بارد وقال معليش يا جماعة، هوملاندر مرة قوي، بس أومني مان اللي أنا كتبته صدقوني يمسك هوملاندر يتوطى في بطن الأرض ويرميه برا. أوكي يا جماعة، أكيد بيقول زي كذا، في النهاية تبوه إيش يعني، يذم شخصية أومني مان، هو اللي كاتب أومني مان، أكيد بيخليها في نظره أقوى من هوملاندر. عموما هو السؤال كذا يعني طقطقة، ولكن لو طرحت السؤال علي وأنا بطرحه عليكم، لو تقابل أومني مان وهوملاندر في قتال رجل لرجل، راح تراهن على مين؟ والله ما راح أراهن على أي أحد فيهم، كلهم أقوياء ومهبل ومجانين ومرعبين صراحة، فأتوقع أنه قتالهم راح يستمر إلين يسقطوا الاثنين، يخروا من شدة التعب. ولكن ما عليك مني ولا عليك من كاتب القصة، انت ايش رايك لو التقى أومني مان وهوملاندر رجل لرجل في معركة، فعلى من سوف تراهن؟ وتحديث سريع بخصوص فيلم أوبنهايمر، انا عارف ازعجتكم طفشتكم طلعت لكم ريحة كل فيديو انا مطلع فيلم أوبنهايمر في السلسلة. المهم اسمعوا، فيلم أوبنهايمر بإذن الله راح ينزل الشهر القادم بجودات عالية، خلاص ما عاد بقي الا شهر وتقدر تشوفه بجودة عالية بلوراي، وفي نسخ بلوراي راح يكون فيها مشاهد إضافية كمان، بحيث تكون مدة الفيلم أطول بمشاهد إضافية. طيب شهر تقريبا وتقدر تتابع فيلم أوبنهايمر من البيت، أعوذ من إبليس، تابع الفيلم جودة عالية وعلى شاشة كبيرة مش من الجوال، أوبنهايمر على الأقل المرة الأولى يا ابن الحلال، سيب أم هبل الجوالات، هذا الجوال تابع عليه حلقات كذا قبل ما تنام وانت منسدح، حاجة كذا تضحكك تتغلق لك الليلة، فيلم أوبنهايمر تتابع الجوال نسوي لك مشكلة. ترى لعبة سبايدر مان الجزء الثاني نزلت على بلاي ستيشن 5، على منصة بلاي ستيشن بشكل عام، لأن حصري على بلاي ستيشن ما تقدر تلعب هذا عندك بي سي، ما تقدر تلعب هذا عندك إكس بوكس، لازم يكون عندك بلاي ستيشن علشان تلعب لعبة سبايدر مان 2. وحرفيا جالس أفكر أروح أشتري بلاي ستيشن بس علشان ألعب لعبة سبايدر مان 2. يا جماعة اللعبة قاعد أشوف لها مراجعات، اللعبة تجنن، لعبة رهيبة. تخيلوا إني ما عرفت الجزء الأول منها إلا قريب، قبل شهر شهرين ثلاثة، ولعبتها كذا وختمتها في يومين مدري ثلاثة، يقلع بليس ما أحلاها، رهيبة. عموما إذا مالكم في الألعاب جربوا سبايدر مان، ترى أنا صادق جوي، كنت أعتقد إنه ألعاب القصص لا تثير اهتمامي، بس بعد ألعاب مارفل أو بالتحديد لعبة سبايدر مان اكتشفت إنه لا، في جانب من ألعاب القصص راح أستمتع فيه، وهو الألعاب اللي من جو سبايدر مان مارفل سوبر هيرو، عرفتوا هذه الفكرة. بس درون أنا شايل هم إيش؟ شايل هم إني أشتري بلاي ستيشن ألعب لعبة سبايدر مان 2،
وارجع ابتلش في البلاي ستيشن اسوي جيف اواي عليه شكلها كذا. ما احب يكون عندي بلاي ستيشن في البيت يضيع لي وقتي، دائما الاشياء اللي تضيع لي وقتي اتصرف فيها اطردها من البيت ما اخليها عندي. ورسميا يا جماعه المسلسل صاحب القصه الممتازه واللي تم تقديمها باسلوب قذر ومقرف الى حد كبير تم تجديده الى موسم ثاني. يب اتكلم عن مسلسل جن بي. الموسم الاول نزلت منه 6 حلقات وباقي منه 3 حلقات وينتهي الموسم الاول، وبنهايه الموسم الاول بيسوي ريفرنس على الموسم الاخير لذا بويز، وفي الموسم الاخير من ذا بويز بيسوي في الحلقه الاخيره ريفرنس للموسم الجديد لجن بي. تعاون يا ولد حركات، عارف كلنا من نفس العالم لازم نتعاون كذا ونحط ريفرنس لبعض. ما اقدر اقول لك تابعه، مسلسل مريض يا اخي، يعني قصته حلوة وكذا في 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 أفكار جميلة يعني من ناحية سياق القصة، بس في أفكار مقرفة وقذرة ما لهم ما لازمة، ليش حاطينها ما أدري ليش كذا، بس قرف كذا غلاسة عارف. بعد مسلسل جن في اكتب لي رأيك في التعليقات. وعلى طاري جن في ناس سألوني قالوا يا وجيه القرف اللي موجود في ذا بويز هو نفس القرف اللي تتكلم عنه في مسلسل جن في؟ ويل صراحة كلهم مقرفين يعني في بعض الأشياء، بس جن في تفلتوا شوية في القرف عنهم القرف أخ. المهم علينا نروح اللي بعده. مارفل يا جماعه يفترض انه عندهم واحد من اهم الافلام جدا واللي راح يستغلوها على كلامهم بطريقه جدا ممتازه، بحيث يتم اعاده بناء عالم مارفل من خلال هذا الفيلم واللي هو فيلم سيكريت وور، واللي المفترض اننا نشوفه متى؟ سنه 2027، يعني حرفيا ممكن ون بيس يخلص وحنا باقي ما شفنا سيكريت وور. المهم يقول كيفن فايجي المدير الكبير لمارفل ان الفيلم هذا راح يتم استغلاله بحيث يتم اعاده بناء عالم مارفل من جديد. التصريح ممكن تفهم منه شيء وممكن ما تفهمه، ممكن تقعد تحلل. ممكن يكون المقصد من هذا الكلام انه يرجعون شخصيات قديمة زي ايرون مان وكابتن مارفل وكابتن امريكا عفوا وثور ومن يعرف ايش، يعيدوهم او يرجعوهم من خلال هذا الفيلم، لانه بعد اختفاء هذه الشخصيات من عالم مارفل صار في دروب في افلام مارفل ما فيها كلام. الجمهور في ناس كثير سحبوا على عالم مارفل بعد ما اختفت شخصيات كبيرة مثل توني ستارك ومثل كابتن امريكا وثور وغيرهم، مع انه ثور يعني كان موجود الى فترة قريبة يعني، بس يا شخصيات هذيك الكبيرة مرة لها تأثير جدا مهم بالذات على القاعدة الجماهيرية المارفل. فممكن انه هذا المقصد، انهم يستغلوا ذاك الفيلم بحيث يرجعون بعض الشخصيات المهمة، مش بالضرورة نفس مؤدين الشخصيات ولكن يرجعون الشخصيات بحد ذاتها. واما الممثلين ممكن يكونوا هم ممكن ما يكونوا هم، مش غيرهم. المهم انه ايش وصلت الفكره. عموما الموعد باذن الله ان الله اعطانا عمر سنه 2027. واخيرا يا جماعه فيلم المخرج الرائع والمكافح لاجل اصاله السينما مارتن سكورسيزي فيلم ذا كيلرز اوف ذا فلاور مون وصل. تقدر الان تحجز تذكرتك وتروح تتابعه في السينما. يا عمي في اول يوم في امريكا جاب 9 مليون كذا في اول يوم، بس لسه باقي ما نشروه، باقي لسه اصلا ما طلعت الارقام والاحصائيات تبع الفيلم، جاب 9 مليون 10 مليون إلا. اللي بقوله لكم يا جماعة قد ما قرأت تعليقات ومراجعات لهذا الفيلم إلا أنه 99% من المراجعات اللي قرأتها تمدح وتطبل للفيلم وللطاقم ولكل الجوانب الفنية للفيلم. أنا صراحة ودي اليوم أمس جاتني تذاكر مجانية، تذكرتين مجانية اني اروح اشوفه في السينما، بس والله يا جماعه معلش انا ما احب السينما وممكن كثير يعرفون ذا الكلام، وما اروح السينما الا للافلام المهمه جدا، بس والله كل ما افتكر انه مده الفيلم 3 ساعات ونص انجلط. انا وش جلس امي في السينما 3 ساعات ونص وما في بريك، ما في بريكات عندنا في السينما، تجلس جلسه واحده 3 ساعات ونص حتى دوره المياه الله يكرمكم ما تقدر تروح. ما اعرف صراحه، بنتظر الفرصه المناسبه عشان اشوفه، ماني مستعجل. اوكي متحمس للفيلم مره، بس والله ماني مستعجل، 3 ساعات ونص يبغى لها دراسه جدوى صراحه. عموما الى الان ارباح الفيلم ما تم الافصاح عنها، بعد كم يوم ممكن تطلع معنا واشاركها معكم في الفيديو القادم باذن الله، ولكن الفيلم تقييمه 8.5/10 الى تاريخ هذا الفيديو. ممكن يزيد ممكن ينقص هذا التقييم، ولكن مش بالضروره يحافظ على نفس الرقم. وللاسف الشديد يا جماعه فيلم ديدبول الجزء الثالث اللي المفروض نشوف فيه وولفرين والكثير من الشخصيات الثانويه اللي ممكن يتم جلبها من عالم مارفل وممكن عالم سوني ممكن كمان عالم الاكس مان تم تاجيله. إلى متى؟ الله أعلم. الفيلم أصلا تم تأجيله أكثر من مرة وقاعد يتأجل، والحين تم تأجيله زيادة. كان مفروض نشوفه في 2024، الحين مو موجود في جدول سنة 2024 أصلا. طب متى أجل؟ 25؟ لا كثير. طب عارفين السبب إيش ولا أذكركم؟ يب السبب إضراب الكتاب والممثلين
والاستديوهات قليلين الأدب اللي ما هم راضين يستجيبوا لمطالب هذول الناس الغلابة. والله أنا الغلبان أنا وإنت، خلي ذوليك والله ما هم غلابة. عموما بنسولف شوية عن موضوع الإضراب وهذا بعد شوية. والجزء الأول من السلسلة الجديدة والمشتقة من عالم The Hunger Game تبقى على نزوله في صالات السينما تقريبا شهر، شهر من تاريخ هذا الفيديو تقدر تتابعه في صالات السينما. ولكن وفي ظل الفوضى والإضراب والحوسة اللي صاير، فممكن ممكن ممكن الفيلم ما راح يحقق أرباحه المتوقعة بسهولة. أوكي ممكن يجيب فلوس، بس مش الأرباح المتوقعة له لو كان الإضراب مش موجود. آثار الإضراب بدأت تبان الحين، آثار الإضراب بدأت تظهر، ما عاد يقدروا يسوقوا، ما عاد يقدروا يروحوا يتكلموا في السوشيال ميديا تابعوا فيلمي، فيلمي بينزل ما في، في مشاكل كثيرة ظهرت. anyways يا جماعة التريلر موجود الآن في اليوتيوب تقدر تتابعه، وراح تشارك في هذا الفيلم الفنانة القديرة والممثلة الأوسكارية الرائعة فيولا ديفيس. إذا في شيء بيخلينا نتحمس أتابع الفيلم فهو فيولا ديفيس، مش البطلة ولا البطل، لأنه البطلة مستفزة وعندها تصريحات جيب المرض، والبطل ما عرفوش بسلامته. وبشكل عام صراحة الإعلان ما في شيء مميز، يعني ما في شيء يقول أوه ماي جاد The Hunger Game is back with a new ما في شيء nothing. ولكن أتمنى أتمنى والله ما أتمنى للفيلم إلا أنه يطلع حلو، لأنه بيكون بداية لسلسلة قد تستمر إلى 3 أجزاء، لأنه صراحة ما في أي إنسان في هذه الحياة يقول لا لفيلم حلو. فإن شاء الله تكون بداية حلوة لسلسلة استمرت لفترة طويلة وكانت حلوة. وفي تصريح يا جماعة انتشر لجورج آر آر مارتن كاتب عالم أغنية الجليد والنار، واضح إنه الجمهور طفشوا في عيشته، خلاص كره عيشته، واضح إنه هو كمان طفش الجمهور نفسهم وكرههم في عيشتهم. الآدمي متأخر يمكن 12 سنة في كتابة رواية رياح الشتاء، والجمهور مزعجين ومقروشين ورسائل وإيميلات، وكل ما يقابل واحد في الشارع يزعجه. فقال فيما معناه يعني شوفوا يا جماعة أنا متأخر 12 سنة، أيوة أنا عارف إني متأخر وعارف إني مقصر، بس أرجوكم لا تزعجوني في حياتي، أشغلتوني الله يشغلكم. متأخر؟ أي نعم. راح أنهي القصة؟ أي نعم راح أنهي القصة، وراح أكتب لكم الرواية لما تصير الظروف مناسبة، يفترض أنه شغال عليها يعني. أنا جلست أقرأ التعليقات تحت الخبر هذا، أقسم بالله يا ولد جمهور الروايات مساكين، جمهور الروايات تعساء، واضح انهم مجلوطين صح من جورج آر مارتن، قد ما يحبون الروايات اللي هو قاعد يكتبها والقصص اللي قاعد يكتبها كمان منجلطين من ام جدول التعبان. ما اعرف ايش ظروفه ولا اعرف ايش الوضع ولا ودي اخوض في التفاصيل، ولكن كان الله في عونكم. وبخصوص الاضراب يا جماعه هنا لازم نتكلم، هنا كان لازم نتدخل، ما عندي اي سالفه. المهم ذكرت بعض المصادر ان الاضراب وان لم نلاحظ اثره كجمهور الا انه اثره كان كبير جدا في جوانب ممكن احنا ما شفناها على الاقل في هوليوود. تخيلوا بس انه اكثر من 5 مليار دولار هذه خسائر اقتصادية تمت بسبب هذا الاضراب، واكثر من 45,000 شخص خسروا وظائفهم، وشباك التذاكر كمان كان مفترض يحقق 400 مليون دولار، يعني كذا تقريبا، وما حقق هذا الرقم بشكل عام، يعني مش لفيلم معين، كذا بشكل عام. فتخيلوا من ناحية الفلوس هوليوود جالسة تخسر فلوس، الممثلين والكتاب جالسين يخسروا وظائف وجالسين يخسروا عقود، وحتى شباك التذاكر مو قاعد يجيب الايرادات المتوقعة له، بالرغم من انه قاعد يجيب، بس كان مفروض يجيب اكثر. تيجي عند الممثل تقول له تعال عندي فيلم يقول لك لا انا مضرب، تيجي عند الكاتب تقول له تعال اكتب لي فيلم يقول لك لا انا مضرب، يقلع ام الحوسه. ومع ذلك شايفين الارقام هذه كلها والخسائر هذه كلها، تيجي عند الاستديوهات تقول لهم يا جماعه وافقوا على مطالب الناس، ترى مطالبهم بسيطه، زياده شويه كم قرش في رواتبهم وضمان لحقوقهم من الذكاء الصناعي والخرابيط الثانيه، تقولوا لهم لا. اذا هذا مو هبل وجنان واستهبال من شركات الانتاج والاستديوهات انا ما اعرف وش يكون. بديت احس كذا انه في مؤامره كذا جالسه تحاك في الخلفيه، ايش الهدف منها انا ماني عارف. ومخرج فيلم فينوم الجزء الثالث يقول يا جماعه شوف الاول الثاني ممكن كنا مقصرين فيها، بس الجزء الثالث من سلسله افلام فينوم راح يكون رائع وراح يحتوي على مفاجآت جدا رائعه راح تعجبكم. ايش راح تكون المفاجآت؟ يعني الكثير من سبايدرز اوكي، الكثير من الشخصيات الاضافيه نايس، بس دي مين مفاجآت اللي انت جالس تلمح لها؟ صح اكيد عنده مفاجآت ثانيه يعني. عموما ان شاء الله انها تكون فعلا رائعه، لانه الكلام سهل كلنا نقدر نقول اوه عندنا مفاجآت رائعه، بعدين تروح تتابع الفيلم ما تشوف حاجه، يطلع مفاجآت عاديه جدا. وفيلم ذا مارفلز يا جماعه مدته راح تكون ساعة و45 دقيقه، وكذا يكون حقق هذا الفيلم لقب اقصر فيلم في داخل عالم مارفل. وما ادري ليش بس عندي احساس كده فظيع وكبير جدا يقول انه مش هذا اللقب
الوحيد اللي راح يحصل عليها الفيلم، الله أعلم مش من ألقاب ثانية. ننتظر ونشوف، شهر مش بعيد. وكم ساعة وخمسة وأربعين دقيقة تشوفوا كذا وانت حاط رجل على رجل، مش ثلاث ساعات وخمسة وأربعين دقيقة وخمسة وعشرين دقيقة زي فيلم مارتن سكورسيزي الله المستعان. ونتفليكس يا جماعة تستمر في استفزاز العالم، نتفليكس مسوين مجانين، إيش الجنان اللي بيوصلوا له أنا مش عارف. من زمان قبل كم سنة يعني أول ما بدأت تنتشر منصة نتفليكس، الاشتراك بخمسة دولار، ستة دولار، سبعة دولار، ثمانية دولار، تسعة دولار، عشرة دولار. الحين قبل كم يوم قالوا إنهم بيرفعوا سعر الاشتراك في منصة نتفليكس إلى 13 أو 12 دولار علشان تشترك في منصة أصلاً ما فيها أفلام كويسة، يعني في السنة حسنة تلاقي شيء حلو إلا لو مكتبة الأفلام القديمة اللي عندهم يعني زي جاد فادر والأفلام اللي هم ماخذينها مستأجرينها. ولا مش بس كده، لو تبغى تسوي حساب بريميوم في نتفليكس حتدفع حوالي 23 دولار. أح يا راسي، على إيش؟ على إيش؟ أنا ماني عارف. الكتاب جالسين يلطمون في الشوارع، والممثلين جالسين يتمردغون يدورون عقود، ويجون عند نتفليكس يقولوا لهم احمونا، يقولوا لهم لا، طب اعطونا فلوس يقولوا لهم لا، وجالسين يرفعوا سعر الاشتراكات من جهة ثانية. أوكي، شكلهم بيرفعوا سعر الاشتراكات علشان يحلوا مشاكل الكتاب والممثلين. صح كده يا نتفليكس، قفطتكم طبقتكم، سواد الله جل عدو يا شيخ. جوفيلين كلاب اللي بقول لكم يا جماعه، نتفليكس في وادي والعالم في وادي اخر. بس والله يا جماعه الى هنا نكون وصلنا نهايه الفيديو. لا تنسوا اخواننا في فلسطين من دعائكم، نسال الله ان ينصرهم ويرحم موتاهم ويشفي جراحهم ويسمعنا اخبار حلوه عنهم باذن الله في القريب العاجل. يعطيكم العافيه يا جماعه، لكن الفيديو لو عجبكم اشتركوا في القناه لو ما كنتم مشتركين. كان معكم الوجيه، اشوفكم في الفيديو القادم.